ايه رأي حضرتك في اختبار الرئيس امبارح؟ شايف ان هو رضا كل القوى السياسية؟ ان شاء الله رضا كل القوى السياسية ان شاء الله، يعني بداية كويسة ان شاء الله، بداية خير ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله. لا يرضي جميع الاطراف، بعد المنتظر ان هو يسمع كلام اكتر من كده يعني. الحمد لله يعني هو كويس، بس يا رب يعرف يرضي يعني الشعب كله وربنا يوفقه. كويس يعني هو يعني بيحكي عن الدستور وال كمل الدستور المتكامل وان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. هو يعني ده كان باتفاق مسبق مع المجلس العسكري، على ما سمعنا يعني ان هو كان احمد شفيق وراحوا يستلموا الفيلا بتاعته الحرس الجمهوري، بعد كده حصل اتفاق مسبق بينه وبين محمد مرسي والمجلس العسكري، وهو حاول يرضي جميع الاطراف بدليل ان هو حتى في التحرير لما اتكلم اول حاجه قال انا بحترم المحكمه الدستوريه العليا، بحترم القضاء، والنهارده حتى في الجامعه برضو قال نفس الكلام، قال احترم المحكمه الدستوريه العليا واحترم القضاء وهم سلطه مستقله ومستقله، وده الكلام اللي قبل ما يمسك الرئاسه كانوا معترضين عليه وبيتعرضوا عليه، والناس واقفه في التحرير لحد دلوقتي بسبب حاجه زي كده.